ياك طلقي العباد الله محرشين عليهم كلب من الكلاب في الإعلام. بالنسبة لي كلاب الإعلام هو المسلسلات والأفلام والدراما وبعض البرامج. ياك طلقين عليهم واحد المسلسل ديال الشيخة ياك نعمس. حنا المغاربة من اللي المرأة فضلا عن الرجل، المرأة من اللي كتسمع كلمة الشيخة لحما تيشوك، وهما باغين عباد الله أن تطبع مع هذا المنكر، فكيبيروا على اعتبار أنها بنتها وكيضايقوها الوليدات والتنمر أمك شيخة وكذا. لكن البنت بتات قفات نعم سيدي وقرات كتفتخر بلي راه امها شيخة ياك نعمس. كيقول لها هذا هو الواقع، هذا الواقع اللي كتعيش فيه انت. لقلنا هذا الواقع ولي الواقع اللي كتعيش فيه انت. دربكم في شي شيخة وانت دربكم في شي شيخة، تدربكم في شي شيخة، هاد ثلاثة دروبة بعدا ما فيهم الشيخة، فين الواقع اللي كتهضر عليه انت؟ ولكن غنجيو نقلبو نلقاو دربكم في واحد المرأة شيبانية تقرأ القرآن، ونلقاو دربكم في واحد العدد ديال العائلات الشيبانية تقرأ القرآن، شيبانيات، ونلقاو في دربكم واحد العدد ديال العائلات الشيبانية تقرأ القرآن. ها الواقع علاش ما يديروش عليه مسلسل؟ ولا هذا المسلسل ما كيجيبش فلوس، ما كيفرش في رمضان، لا هذا هو الواقع. فأهل الباطل ملي كيشوفوا أهل الحق ساكتين، الرقعة قلت لك وحدة تنضربوا عليها كاملين، فإن صمت فيها أهل الحق عن حقهم فسيأتي أهل الباطل لينشروا باطلهم، والمدافعة كتكون على حسب شحال جزنا حنا وشحال زادوا هما.